موضوعنا اليوم باش نحكيو على يوميات روتريتي، يعني متقاعد. قل كيفاش تعدي نهارك؟ انا نعديه نقوم الصباح نعمل دراسة ماتينية شوية، وبعدها نخرج نمشي نقضي للمرش، نعمل المارش وميم طو نقضي قضيت، نبقى نعمل لك 8 9 كيلومتر 10 كيلومتر ربي. خاطر انا سبورتيف، انا من الاول سبورتيف، كنت فهمت جوار فهمت، وبعدها كنت وليت اربيتر فهمتني، وبعدها ديما سبورتيف جيسك بريزون، نعمل ساعات حتى نعمل حتى 16 17 كيلومتر ربي، خاطر المارش سي سبور كومبلي. اي نرجع نمشي نزل قضية للمدى، المدى في الدار ما تخدمش باختياري انا فهمتي، وطيب فطور هكذا، من بعد يجي وقت الصلاة نقوم بالصلاة، وانا نهتم بالاخبار فهمتي، الامور السياسية والوضع العام بالبلاد والسبور. انا سيدي عندي مواظب نقوم زيدا بكري، نعمل قهوه مع جماعه اصحابي، نعمل شويه مارش هكا شويه، وبعد نمشي نروح. انت متقاعد منين؟ من الامن. من اصل الامن. كيفاش تعدي نهارك؟ نعدي نهاري نمشي نصلي مثلا، نمشي للقهوه نعمل دور المارشي واحد، ونروح على روح بعض وليداتي. قل لي مسيو، انت ساعه قد عمرك توا؟ قداش تعطيني انت؟ قل لي طفري طفري، انت قولي سكون سان. اي انت وانا 69. ها ما شاء الله ريت سبورتيف انا. ها عليه سبورتيف، راه عليه هكا مازلت جان، يقولوا هاني الناس كلها هكا. يعني انت عمرك 69 سنه توا؟ نوريك البطاقه. والله بالرسم والله اللي يشوفني يقول لي 55 56. وقتاش خرجت تقاعد؟ خرجت 2010. وقتها عندي 57، خرجت اونتيسيبي. انا اطار في وزاره الشؤون الاجتماعيه. يقولوا اللي فتره التقاعد عمر حساس شويه. مو شنو واحد كان في وضع في ولا ارتاح شويه على اللي كان يخدم فيه قبل كل شيء. كان عنده وقت نتاع خدمه طول وقت الكل راح. عنده تاثير نفسي؟ لا ولا لا. كل شيء اللي تعرف شكون عنده تاثير نفسي، فما عباد عندهم تاثير نفسي على خاطر ما يعرفوا، ما عندهمش علاقات لبرا، عندهمش برشا حاجات. اما بالنسبه اللي اموره هانيه قدرة ربي لاباس، كما في الخدمه كما في الدار. ثم سيدي مثل العام يقول لك ميت وهو قاعد. هنا في تونس انسان معناها يتقاعد اول حاجه ادارته تنساه اللي خدم معاها 40 سنه ولا سيدي اكثر. لا فما حتى عنايه بالمتقاعد كيف ستيلو وفاء طيش. انا ثم مثل يقول لك معناها المتقاعد في تونس كيف ستيلو وفاء الواحد طيشوا لنا. لا عندنا خويا جمعيات، لا عندنا حتى شيء، لا عندنا حتى واحد يعني معناها سيدي يعطي ثاني بيك. عندك اشهريتك تبقى حاط يدك على قلبك يصبوها، لا ما ثماش. معناها المتقاعد في تونس مش كيف الخارج. في الخارج يعملوا سيدي رحلات، وعندهم سيدي نوادي صحيحه، مش كيف احنا نوادي غالطه او نادي المتقاعدين هو فهمتي فارغ. في الخارج تلقى معناها رحلاتهم وفهمتني، والدوله تتخلص عليهم فهمتي. احنا في تونس ينسوك، راهو ينسوك معناها جمله متقاعد كانك معناها وليت غريب. تمشي سيدي دير ادارتك تلقى روحك غريب فيه، يقول لك ما كنت معانا كنت معانا. يقولوا اللي الفتره نتاع التقاعد هذيك عمر حساس بالنسبه للرجل اكثر من المراه. اي صحيح صحيح، خاطر هو ساعه باش يكبر وباش ينقص بدنيا معناها، ولي زرمون وكذا معناها بيولوجيك مون، باش كل شيء باش ينقص. نفس الشيء بالنسبه للمراه، يجي المونوبوز سي دونك تولي امور في تراجع. بقى الواحد باش يستحفظ على روحه يلزم ياكل مليح موجود بيان، ويعمل سبور فهمتي من الصباح. انا نحكيو من الناحيه النفسيه، يولي يتقلق برشا، اقل كلمه يشوفها بحساسيات وكل يتقلق خاطر شنو كل واش عندنا من المحبه، بين موده ومحبه. هذيك الموده والمحبه ترجع للصغار، تولي للصغار وتولي امور عاديه، معناها حياه عاديه، كل حد يقوم بدوره.
احكي لي عندك شكون روتريتي في الدار؟ بابا عندي بابا اي ديما على الصابو داخل بعضه، ملي يخذ لوتريت ديما داخل بعضه، مستانس يخرج ويدخل ويدخل، ما نبقى ديما في الدار، اكل القادم تاع الدار قلقاتو ياسر ياسر، ديما على الصابو ما عاجبو حتى شيء، كش من ولاد خويا الصغار يضرب فيهم. كيفاش يعدي نهاره؟ يعديه تو هما دار بابا في مرناق، هما يسكنوا في مرناق، في ثانية هكا فيها لوز وزيتون، مرة يشير العشية في طبع الظل من هنا، الصباح ومن هنا العشية، ديما ذيك حياته ولد، عنده تو 20 سنة هو على الحالة ذيك، عمره 80 هو تو. اي ديما داخل بعضه ما يعجبو حتى شيء، وصل حتى معناه يحب يولي طيب من القلق، ولا يحب يطيب وحده معناه، اي ولا بالحق من القلق قال لامي ما عادش يطيب لي نطيب وحدي، مستانس يخرج هو كان قبل يخدم على كاسيمي سوق تونس كامله دارها، تعرف تونس كامله دارها بكاسيمي، كي قعد في الدار تقلق برشا برشا. والوالده كيفاش تعامل معاه؟ والله حتى امي صعيبه برشا، اي متصعبه معاه، ما تاخذوش بخاطره ما تاخذوش بخاطره، معناها راجل كبير هو ما تاخذوش بخاطره، ديما تكش عليه وتنش عليه و... اي ما تاخذوش بخاطره بالكل. هما زوز في عمر حساس. بابا تو 80 وامي فما 75 سنة، اي في عمر كبير شوية، اي ما تاخذلوش بخاطره، هو راجل كبير المفروض تاخذه بخاطره كل شيء. قبل الروتريت كان هكا ديما على اعصابه؟ لا كان يخرج يبقى ساعات بثلاث ايام بالاربع ايام ما نشوفوش، كان يخدم خاطر كيما قلت لك على السيمي ويخرج كل شيء، لا مش كيما هكا، لا لا كان اهدى شوي اهدى شوي. اهدى برشا اي. قاعده في الدار عملت له توتر. ستريس ياسر، ستريسي على الاخر على الاخر اي اي اي. ومرض وصل مرض وعمل عملي على راسه وتقلق بالكدا بالكدا. كنت تخدم ولاباس وكل، توا عندك فراغ. الفراغ هذاك كيفاش تعبيه؟ انا نعبوه قلت لك هكا بالمشي والجري وبالقهوه في الدار مع الوليدات والعائله. في العائله نرفوزي؟ لا لا والله لا. لاباس. ما عملش مشاكل في الدار؟ لا لا ما نعملش، ما نعملش مشاكل. ما نعملش مشاكل، انا حتى في الخدمه قبل ما نعملش مشاكل، خلي باش نعملها طول المشاكل. انت والمدام مريقلين؟ الحمد لله مريقلين. مع الصغار كيفاش تتعامل؟ لاباس لاباس، معامله نتاع البول للولد والولد للوالده. في الدار تنجم تقول معناها شبه عادي، علاش شبه عادي؟ خاطر قبل كنت بعيده معناها عليها شويه معناها وكذا، تو واحد قريب ساعه ثم اشياء تشوفها اللي قبل ماكش معناها تشوف فيها، فهمتني؟ بون ساعه علاش يقول لك لما تقعد يولي نرفوزي شويه مثال والا كذا، انسان معناها كي كان معدل معناها سيدي 40 سنه على العمل، مخه ماشي في بحاجه اخرى، يلقى روحه تو دنكو يلقى روحه بطال. يحس بفراغ. ثم الفراغ هذاك عنده تاثير نفساني كبير برشا برشا برشا. هذاك نفس يروح حتى للدار ساعة حتى ثم بون يحكوا لي معناها ناس اخرى، حتى مرته ما عادش يشوفوا اولاده ما عادش يشوفوا له الانسان اللي كان عنده هيبت وعنده كذا، يشوفوا ولا انسان عادي نهار اثنين ثلاثه ينسوها، ما يكفيش ادارته نساتها والدوله نساته حتى سيدة عائلته تنساه. وكانه حاز في نفسك الموضوع. حاز علاش؟ خاطر وقت نشوف المتقاعد كيفاش يعيش في تونس، شوف انت وقت باش يصبوا شهريات تلقاهم واقفين على العتبه نتاع البنكة، هذا المتقاعد هذا المتقاعد اللي انا في تونس سامحني، متقاعد راهو في دول اخرى يعطوا قيمته راهو، انا نعرف الجزائر بان سيدي بحكم معناها طبيعه العمل كنت نخدم في الجزائر، معناها المتقاعد يخرج يعطوه حاجه يخدموا له ولده، معناها كل اداره تخدم له ولده ولا كذا، احنا هنا في تونس راهو ينسوه جمله راهو. متقاعد منيش سامحني؟ انا متقاعد من الداخليه. أنا متقاعد وظلمتنا الداخلية، الناس اللي جاوا بعد الثورة أعطوهم خمسة رطب وستة رطب، وإحنا نسينا إش كان وما تم شيء، فهمتني؟ حتى باش تمشي معناها الدواء تخلص. الركوب عون معناها عون أمن جديد يمشي يركب بلاش في الترام وإحنا نخلصوا. يعني فماش امتيازات؟ ما ثماش حتى امتياز. قلت لك معناها عون جديد دخل امس يركب ببلاش في الاطران، احنا خويا نخلصوا. عون جديد معناها يمشي يداوي يا سيدي ببلاش، احنا خويا نخلصوا. يقولوا اللي يخرج روتريت يولي نرفوزي شويه في الدار مع العائله والصغار والكل. احنا طبعا العرب سخان شويه ومع الطبيعه، خاطر الانسان هو شخصيه البشر هي تنبيو بسيكو سوسيو كولتيرال. دونك فهمتي هذا الكليكا تفاعل مع البيئة لونفيرونمون والبيوديفيرسيتي اكسترا والوضع الاجتماعي واقتصادي وثقافي اكسترا، هذا كله كمان مع بعضه
ياثر على الانسان، يولي نرفز خاطر هو تعرف علاش؟ ما يلقاش وقت باش يعديه، اللي كان ما يدخلش في مؤسسه اجتماعيه ولا جمعيه ولا كذا باش كل الوقت ضايع كليك زايد يعديه في الوقت يعديه فميك باش يتضايق.